أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى: مفوضيات حقوق الإنسان تقول إن الوفيات داخل السجون في تصاعد مستمر. في الجزيرة نت: قلق أمريكي من هجمات بالطائرات المسيرة تشنها الميليشيات في العراق. في الشرق الأوسط: لقاء للمبعوثة الأممية مع قادة في الحشد يقلق الحكومة في بغداد. في العربي الجديد: العراق تهديدات وضغوط تدفع مرشحين للانسحاب من الانتخابات. في الزمان: وزارة الهجرة تعتزم إغلاق مخيمين للنازحين في كردستان العراق. في الخليج الإماراتية: أشكنازي في القاهرة وترتيبات مصرية لتثبيت التهدئة في غزة. وفي العرب اللندنية: تصعيد عسكري حوثي يرافق الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في اليمن. أهلا بكم، نبدأ بهذا المقال ويقول كاتبه في مطلعه: كانت ليلة الأربعاء الماضية ليلة طويلة شديدة السواد على ما تبقى من الدولة وسيادتها وهيبتها، فأرتال الحشد تستعرض قوتها على الحكومة اعتراضا على اعتقالها أحد قيادي الفصائل بتهمة الإرهاب، فيما بقيت الحكومة صامتة حتى انجل الغبار وخرجت ببيان عديم اللون والطعم والرائحة. إياد العنبر يرى في موقع الحرة أن استعراض الميليشيات لم يكن يستهدف الحكومة ولا رئيسها، وإنما كان رسالة واضحة وصريحة بأننا فوق الدولة ولا صوت يعلو على سلاحنا. هناك نقطتان مهمتان يستوجب حضورها في قراءة ما يحدث الآن. الأولى: التخاذل المصلحي بين الحكومة التي تتخاذل عن القيام بمهامها الأمنية في ردع ومواجهة هذه الاستعراضات التي تتكرر بين فترة وأخرى، والثانية: لعبة معارضة الحكومة من قبل الجماعات التي تملك التمثيل السياسي والسلاح في الوقت نفسه. منطق التخادم المصلحي غير المعلن بين الفصائل المسلحة وبين الحكومة بات يثير الريب والشك من كثرة تكراره، فالحادثة الأخيرة جاءت إنقاذا لحكومة الكاظمي بعد أن أصبحت بمواجهة مباشرة مع متظاهري 25 أيار التي قتل فيها 2 من المتظاهرين وجرح العشرات بعد صدور الأوامر لقوات فض الشغب بإنهاء التظاهرات. ولذلك جاءت تداعيات حادثة اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بمثابة طوق النجاة للحكومة بعد أن أصبحت غارقة باتهامات قتل المتظاهرين وعجزها عن حمايتهم من الاغتيالات والخطف طوال عام من فترة حكمها. لكن الخدمة الحقيقية أتت ممن يسوق نفسه كعدو لهذه الحكومة عندما رفض قرار الاعتقال بطريقة استعراض قوة ونفوذ سلاحه ليختار الكاظمي لعب دور المتحرز بدماء الشباب المغرر بهم كما يكرر هذا الوصف ويظهر بمظهر المغلوب على أمره. الكاتب يرى أن الصراع على الدولة بين الحكومة والميليشيات يجعل احتمالية الذهاب نحو خيار الصدام المسلح واقعاً وليس افتراضاً، فتمركز القوة لدى الدولة ومؤسساتها الأمنية لا تقابله أي قوة أخرى، ولكن ضعف من بيده القرار السياسي وتخاذله قد يؤجل فقط توقيت المواجهة مع الجماعات المتمردة. الآن إلى مقال آخر وجاء فيه: نشهد حاليا فصلا آخر من المعركة المؤجلة في العراق، عاجلا أم آجلا لابد من حسم للمعركة التي في أساسها استحالة تعايش الدولة العراقية، في حال كان مطلوبا أن تكون هناك دولة مع مجموعة من الميليشيات تسمى الحشد الشعبي. خير الله خير الله يرى في صحيفة الرأي الكويتية أن ما يحصل اليوم نتيجة طبيعية لإصرار تلك الميليشيات على لعب دور الحرس الثوري في إيران، أي تحولها
إلى السلطة الحقيقية. تبدو المعركة الدائرة في العراق في غاية الوضوح، خصوصا بعد اعتقال السلطات لقاسم مصلح قائد عمليات الحشد في الأنبار. ليس معروفا بعد هل أطلق الرجل المتهم في قضايا مرتبطة بقتل مواطنين عراقيين أم لا. الأكيد أن الحشد قام بعراضة مسلحة في المنطقة الخضراء في بغداد ليثبت أنه القوة الأساسية في العراق، وأن على مؤسسات الدولة الانصياع لإرادته، أي أن يكون العراق تابعا لإيران لا أكثر، وأن يكون الحشد الشعبي النسخة العراقية للحرس الثوري في نظام الولي الفقيه. كل ما هو مطلوب في الوقت الحاضر أن يكون العراق ورقة إيرانية على غرار ما هو لبنان ومناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. يحصل ذلك في وقت تستخدم إيران كل أوراقها من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة لإجبارها على رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب. الأهم من ذلك كله أن الشعب العراقي يرفض بأكثريته أن يكون بلده تابعاً لإيران. هذا ما كشفته سلسلة الأحداث التي شهدها العراق بمدنه المختلفة، بما في ذلك النجف وكربلاء والناصرية في العامين الماضيين. لم يتردد شيعة عراقيون في القول علناً إنهم يرفضون الرضوخ لإيران، وأن العراق هو العراق بينما إيران هي إيران. من هذا المنطق أو المنطلق أيضاً يرى الكاتب أن المعركة تبدو مؤجلة في العراق. في نتيجة هذه المعركة سيتبين هل العراق عاد أم أن نتائج الاجتياح الأمريكي لا تزال تتفاعل على أرض بلاد الرافدين. الآن إلى مقالنا الثالث، وهو للكاتب إبراهيم الزبيدي، ويرى في صحيفة العرب اللندنية أن الأحداث المثيرة الأخيرة التي عقبت اغتيال الشهيدين هاب الوزني وفاهم الطائي وعودة المنتفضين إلى شوارع الوطن وساحاته مطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين وداعين إلى مقاطعة الانتخابات أجبرت الكاظمي على اعتقال المدعو قاسم مصلح قائد الحشد الشعبي في الأنبار والتحقيق معه في جريمة قتل الشهيدين. كما كان متوقعا، فقد دخل الحشديون إلى عقر دار القائد العام للقوات المسلحة لتحرير رفيقهم المعتقل بالقوة. وحتى ساعة كتابة هذه المقالة لا يبدو أن أحد الفريقين قد انتصر على رفيقه في الولاء، فللكاظمي بقادر على أن يطلق سراح المعتقل الـVIP ليضيف فضيحة جديدة إلى فضائحه السابقة المتلاحقة التي عودنا على ارتكابها عند كل اعتقال يعقبه تسريح مع اعتذار. ولا هو من نوع صدام حسين العنيد الخشن المعروف بأنه إذا قرر شيئا ثبت عليه أيا كانت العواقب، ومن يدري، فلعل هذه الحفلة كلها هي مصارعة عدنان القيسي جديدة أو خرافة أبو طبر أخرى لإشغال الناس وإلهائهم وجعلهم ينسون الانتفاضة والمنتفضين. أما الذين يتوقعون أن تكون عملية اعتقال قاسم المصلح مقدمة لاعتقال باقي قتلة المتظاهرين فيحلمون، لأن ذلك لن يحدث إلا إذا أصابت الإيرانيين صحوة عقل وضمير، وإلا إذا هبط عليهم ذكاء غير عادي وغير متوقع ليغيروا أخلاقهم ويلطفوا ظروف احتلالهم ويسترضوا العراقيين بقبول التخلص من كبار أعوانهم القتلة المفضوحين. ومن السلوك المتوحش المتطرف الأخير الذي أظهرته الفصائل المسلحة وأحزاب السلطة في مواجهة انتفاضة أيار الأخيرة يتبين أن الإيرانيين ووكلاءهم قلقون فعلا ومتخوفون من احتمال انتصار إرادة المنتفضين. يختتم الكاتب بقوله إن الوضع المتشابك المعقد الملتهب لم يترك للشعب العراقي سوى خيارين، فإما أن يرضخ ويستكين ويرضى بالأمر الواقع بكل مرارته وتعاسته، أو أن يلجأ إلى التحدي والمواجهة ويوطن نفسه على حروب الشوارع والعصيان المدني راضيا بثمنها الباهظ وقابلا بتقديم قوافل جديدة من الشهداء حتى يشاهد العالم كبار الفاسدين والقتلة والذيول وراء القضبان يحاكمون علنا على شاشات التلفزيون. كان
كانت بغداد وغيرها من المحافظات العراقية في 25 من أيار على موعد متجدد مع التظاهرات السلمية التي تطالب بإسقاط النظام والعملية السياسية، رافعين لافتات كتب عليها من قتلني. ولا السمرائي تقول في صحيفة العربي الجديد إن هذه الجملة ليست سؤالا تم رفعه من المتظاهرين، بل هي صرخة مدوية يرسلها العراقيون إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكي يعتقل القتلة والمجرمين المتسببين بمثل هذه الجرائم من الميليشيات التابعة لإيران وحرسها. كان مشهد التظاهرات مهيبا ومؤثرا لا يقل جمالا وتألقا إنسانيا عن مثله في الأول من تشرين الأول عام 2019، فقد فاجأنا الشباب بوحدة الصف واستراتيجية التعاطي مع كل ما حشده رئيس الوزراء الذي تفوق على سلفه المقال عادل عبد المهدي صاحب تعبير الطرف الثالث باستخدامه الجيش وكل صنوف القوات الأمنية لقمع المتظاهرين وقتلهم. فوق هذا كله وذاك، تأتي المبعوثة الأممية جنين لاسخارت لتضع لمساتها الأخيرة على أداء حكومة المنطقة الخضراء والميليشيات الولائية، لتقول إن استهداف أي جهة مسلحة مجهولة المواطنين أو الأجانب يدفع البلاد إلى الهاوية ويقوض الدولة. فهل يستوي تعبير الجهات المسلحة المجهولة مع تقويض الدولة منها مثلاً؟ من هو الذي يقوض الدولة عندما يتم اعتقال مجرم مثل المدعو قاسم مصلح بتهمة إرهاب عقوبتها الإعدام أو المؤبد، وتستنفر رئاسات الثلاث للتشاور بينها للتوصل إلى تسوية تحفظ ماء وجه ما تسمى الدولة أمام الحرس الولائي والفقيه الإيراني، بينما مئات الآلاف من العراقيين الأبرياء اقتيدوا إلى المشانق أو ما يزالون يقبعون في السجون من غير محاكمات ولا توجيه اتهام، من دون أن يرف رمش واحد للرئاسات عن أوضاع المواطنين المظلومين في سجون عمليتهم السياسية الإرهابية التي انقضت على العراق ودولته لتمزقه وتنهي وجوده. الكاتبة ترى أن تظاهرات 25 من أيار هي تجدد لملحمة تشرين يكتبها شباب العراق بدمه وعرقه وروحه، ليثبتوا أنهم عراق المعدن الأصيل بشموخه وإبائه وكرامته. هم من يريد الدولة والنظام والقانون والمواطنة والعدالة والكرامة والسيادة. هم الثورة وأمل تحرير العراق وأفق المستقبل الذي يطمح إليه كل الشعب من شماله إلى جنوبه، ومعه كل أحرار العالم. جاء يوم 25 من أيار ليشكل انعطافة تاريخية مهمة وحدثا جماهيريا كبيرا وعنوانا رائعا يؤطر فيه التلاحم الشعبي والتماسك الاجتماعي في المجتمع العراقي للدفاع عن قضية البلاد والوقوف أمام الأحزاب والكتل السياسية التي لم تكترث لتضحيات والدماء الزكية الطاهرة التي أريقت على أرض ثورة تشرين. إياد العناز يرى في صحيفة البصائر أن هذا اليوم كان إذاناً بإعادة روح الثورة واستمرار توهجها. جاء يوم 25 من أيار ليكون يوماً عراقياً ثائراً وعرساً جماهيرياً كبيراً، وأتت التجمعات الشبابية في ساحة التحرير التي أعادت لثورة تشرين روحها بلقاء آلاف الشباب الذين جاءوا للتعبير عن روح الثورة وإصرارهم على مبادئها والدفاع عنها ودعم حقوق الشعب العراقي. فشكلت التظاهرات الجماهيرية أكبر تجمع شهدته العاصمة بغداد منذ قيام ثورة تشرين في الأول من تشرين الأول عام 2019، وأكدت حقيقة التفاعل الثوري في الدفاع عن أرواح شهداء الثورة والمطالبة بمحاسبة ومتابعة قتلة شباب الثورة وإحالتهم للمحاكم وتنفيذ وعود الحكومات العراقية وإعلان نتائج اللجان التحقيقية التي شكلتها لتقصي الحقائق والوصول إلى الجناة الذين تسببوا بإزهاق روح أكثر من 700 متظاهر واغتيال 90 ناشطا سياسيا وإعلاميا وطنيا وإصابة 28 ألف مواطن من الذين شاركوا في الثورة بجميع مراحلها والدفاع عنها وتأييدها وصولا إلى تحقيق أهدافها وطموحاتها في الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتنفيذ الإرادة الشعبية الحقيقية. سعت التظاهرات الشعبية لفضح وتعرية العملية السياسية وآلية وطبيعة النهج الحكومي في إدارة شؤون البلاد، حيث الفساد السياسي والاقتصادي وهدر الأموال وضياع الثروات وتهريب العملة وتبييضها وتجارة المخدرات وهيمنة وسيطرة أحزاب السلطة والميليشيات المسلحة على مقدرات الحكم.
الكاتب يضيف أن إرادة الشعب وهمة شباب ثورة تشرين وكفاح أبناء البلد وتأييد المجتمع العراقي ستبقى أدوات كفيلة بإحداث التغيير المنشود وانتصار كلمة الحق واستعادة حرية وكرامة الإنسان واحترام إرادته وحقوقه مهما كانت أدوات الطغيان والبطش والقتل والترويع. فإرادة الشعوب الحرة لا تحققها إلا الدماء النقية الطاهرة. لا تستطيع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تنجح في مهمة تثبيت التهدئة وإمداد قطاع غزة المحاصر بالمساعدات الإنسانية أو الشروع في إعادة إعماره من دون أن تجد وسيلة لإدماج حماس في هذه العملية. عرب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أنه لا يمكن لواشنطن المضي قدماً على طريق تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت الذي تتجاهل فيه موقع حماس في المعادلة الفلسطينية الداخلية. حتى الآن تبدو مقاربة واشنطن حيال حماس ودورها على هذه المسارات محكومة بالابتزاز الإسرائيلي. واشنطن غفرت لطالبان دماء ألوف القتلى والجرحى الأمريكيين في أفغانستان، وهي لا تكف عن خطب ود الحوثيين في محاولة لإقناعهم بالتفاوض المباشر معها، مع أن كلا الفصيلين مصنف إرهابيا في القاموس الأمريكي. لكن ما يميز هاتين الحالتين عن حالة حماس في فلسطين أن إسرائيل هي صاحبة القول الفصل هنا، بينما لا نفوذ لها على سياسة واشنطن في اليمن أو أفغانستان. مما نعرف عن جولة بلينكين في الشرق الأوسط أن الرجل يخطط لتدبير مسار المساعدات وإعادة الإعمار بمعزل عن حماس، وهو يحرص على بعث روح في جسد السلطة الفلسطينية المثخن بالتراخل والشيخوخة وقلة الحيلة لكي تكون معادلاً موضوعياً للحركة الإسلامية. مثل هذه المقاربة الإقصائية يمكن أن تحقق أهدافاً محدودة ومؤقتة، بيد أنها لن تنجح في تحقيق الاختراق، إذ ليس بأموال المانحين وحدها يمكن بعث روح جديدة في عروق السلطة المتيبسة. مثل هذه المقاربة يمكن أن تكون وصفة لتعميق الانقسام الفلسطيني وسبباً في نقل المواجهة إلى داخل البيت الفلسطيني، وهذا ما يتعين على الفلسطينيين أن ينتبهوا إليه جيداً حتى لا ينزلقوا لقعر الهاوية. الكاتب عربي الرنتاوي يدعو أيضاً إدارة بايدن إلى أن تدرك بأن سياسة المعايير المزدوجة باتت أكثر كلفة على أصحابها من ضحاياها، فكيف يعقل أن تضرب واشنطن صفحاً عن اليمين الفاشي والديني والكهانيين في الكنيست الإسرائيلي في الوقت الذي تجد فيه صعوبة بالغة في التعامل مع حماس؟ الآن إلى هذا الخبر المنوع. بعد العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة ركاب، اضطرت طائرة تابعة لشركة إير إنديا كانت متجهة إلى الولايات المتحدة اضطرت إلى العودة إلى نيودلهي. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهندية مشاعر الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا طائرة خفاش يحلق داخل طائرة بيونغ 777، وغادرت الطائرة دلهي متجهة إلى نيويورك يوم الخميس الماضي بحسب ما هو مقرر. ولكن الخفاش ظهر على متن الطائرة بعد نحو ساعة من تحليقها، ثم قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار. وقال مسؤول الطيران المدني الهنود إن الطائرة عادت إلى دلهي بعد إعلان حالة الطوارئ الاحتياطية المحلية، وعثر على الخفاش نافقاً داخل الطائرة في درجة رجال الأعمال. ثم جرى تعقيم الطائرة، وعقب حالة الفوضى جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى هبطت في نيويورك بعد بعض التأخير عن الموعد المقرر. وفي الحياة من العجب ما فيها، الآن إلى الكاريكاتير.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام صدى الأقلام، دائما كونوا بخير، إلى اللقاء.